الرئيس المدير العام لشركة مدار القابلة. طيب محظوظ، أم عندك تكريمين. إذا اليوم حبينا نكرم هؤلاء الأبطال الأولمبيين لأنهم أولا شرفوا الجزائر، رفعوا الراية الوطنية عاليا، وكانوا في حسن عند حسن ظن كل من كان ينتظرهم. الحمد لله، كما راكم فخورين، الشعب كله راه فخور بالإنجازات تاعهم. الآن لازم نفوتوا مرحلة تاع التكريم والاحتفالات. لازم نعرفوا أن هاد الأبطال كان اللي بعد غد راح يخوض سباق هو البطل جمال سجاتي، وراح تكون كذلك انطلاقة لأبطالنا للتحضير لأولمبياد باريس 2028، وين إن شاء الله راح يلقاو كل الدعم، خاصة أنه السلطات العمومية في البلاد لديها إرادة أنها تكون حافز، وأنه تكون هذه النتائج اللي حققت في باريس مجرد انطلاقة لما هو أحسن للرياضة الجزائرية. فرحنا بزاف بهذا الحفل، وان شاء الله احنا كرياضيين نزيدو نشرفوا البلاد ونرفعوا العلم الجزائري في مناسبات اخرى ان شاء الله. مسيره ايمن خليف ما حبستش اسم، مسيره ايمن خليف ان شاء الله راح تكون في بطولات عالم قادمين ان شاء الله. وكذلك شفتوا انه الجزائر درجت في الاتحاد الدولي الجديد للملاكمه، هذا الشيء اللي يشرف. ان شاء الله نكونوا في المواعيد القادمه بقوه، وتكون عندنا كلمتنا كالعاده ان شاء الله. ان شاء الله عندي فينال دايم الليغ بعد 3 ايام، ادعوا لي معكم ان شاء الله نجيبوا المتاع الذهبي للجزائر. في اختصاص 800 متر راني ضمن احسن 5 اوقات على مر التاريخ، هي ما قررتش نغير 100%، مي ان شاء الله هنسيو ولما لا نحيو السباق 1500 من جديد. التحضير نقولوا صعيب وراء الالعاب الاولمبيه، باسكو ستريس كل شيء يروح مع الالعاب الاولمبيه. ان شاء الله حنايا نقدموا اللي علينا باه نجيبوا الماسه للجزائر ان شاء الله في لافينال دو بروكسل.